أعزائي المتابعين، هنا نحن على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر، رحلة قطعناها للوصول إلى هذا المكان لمسافات بعيدة. بدأناها من هنا وها نحن ننطلق، فإلى التفاصيل. الآن نحن في الاتجاه إلى الطربوش، جبل الطربوش الذي سنشاهد رحلة الصعود إليه سيرا على الأقدام وصعود للجبل، مرورا بالأودية والمسارات الجبلية المختلفة. رحلة سنقضيها هذا اليوم وغدا على مدار يومين من البحث عن مجاهل جبل الطربوش في مدينة سانت كاترين. فإلى هناك. كما نشاهد متابعينا، الجبال بشموخها تحيط بالوادي، مسار الوادي الذي سينقلنا إلى جبل الطربوش. هذه هي بداية وادي جديد في نفس المسار، وادي رفيد، والذي سينطلق بنا إلى ذات المسار إلى جبل الطربوش. وهذا هو متابعينا الأعزاء مسار الوادي والسير على الأقدام عبر هذا المسار والتمتع بمشاهد الطبيعة في المكان. بالطبع لا بد من استراحة خلال رحلة السير، استراحة ومبيت حتى الفجر، فجرا مشاهدة هذا المشهد البديع لشروق الشمس من على قمة الجبل بعد الوصول إليه. إذن متابعينا، وصلنا للقمة، ومن يريد أن يصل فهو يصل. الوصول للقمة ليس صعب، الوصول للقمة أيضا ليس سهل. وجبل الطربوش الذي نحن من عليه الآن يعتبر ذو 3 قمم. وصلنا للقمة الأعلى من هذا المكان، وكما نشاهد ونحن في منطقة كاترين، هذه القمة تطل على خليج السويس ومدينة الطور، ومن أسفل وادي حبران الذي يربط بين هذا المكان ومدينة الطور. إذا انتقلنا الناحية الأخرى نشاهد قمة جبل كاترين، أعلى جبال سيناء من بعيد. فقنا في هذه الرحلة الدليل سليمان الجبالي، أحد أبناء قبيلة جبالية هنا في هذا المكان، رافقنا في الرحلة منذ أمس حتى الوصول للقمة. سليمان، احنا حاليا وصلنا صباحا، صباح الخيرات. عرفنا، عرف اللي شايفنا احنا فين هنا دلوقتي. احنا في قمة جبل الطربوش. قمة جبل الطربوش هو يعتبر واحد من أعلى الجبال في كاترين. أعلى جبال كاترين اللي بتشوف منه جبل حبران وطور سيناء، ومنه جميع الجبال العالية. جميع الجبال العالية. أعلى قمة. أعلى قمة. يمكن إحنا منذ يوم أمس حتى اليوم سلكنا هذا الوادي، اسمه وادي إيه؟ وادي رفيد. وادي رفيد. نعم. رحلة بدأت بنا من طواحي مدينة كاترين وصولا لهذا المكان. في الوسط استراحة كانت بسيطة، ثم المواصلة فجرا حتى وصلنا هنا مع شروق الشمس، واعتلينا القمم، 3 قمم، حتى وصلنا لهذه القمة، القمة الأعلى. عم سليمان، أنا شايف هناك فيه سلسلة جبال برضو تحيط بالمكان، عرفنا عليها. دي جبل قدامك، دي جبل حويط. جبل حويط. واللي بعديه ده عندك في حتة في الوسط اسمها الركبة. الركبة. الركبة دي فيها طريق بتنزلك برضه على وادي إصلاف. على وادي إصلاف. على وادي إصلاف. المكان المنبسط اللي احنا شايفينه قدامنا ده ايه؟ اللي قدامك ده كله جبل الطربوش. يعتبر سفح الجبل او امتداد الجبل، لكن اللي وراه اللي شايفينه هناك المساحات البيضاء اللي هناك. البيضاء دي هي الجبال اللي هي وادي إصلاف، واللي هي خش اللي هي فيها القرية النبطية. اها.
قدام هناك اللي بيجي هنا بيكتب ذكريات. زي ما احنا شايفين المكتوب، تم بحمد الله صعود قمة جبل الطربوش في يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 بصحبة الدليل أشرف اللي هو موقعين هنا أمل ولمياء. ليس هينا يا بابا عدم وجودك، عذاب لا يطاق، بكل خطوة وبكل نفس اشتاق إليك، اشتاق لروحك وابتسامتك ووجودك، جزاك الله عني كل خير يا أغلى من روحي. مشاهد بديعة، من هناك شايفين قمم جبال سلسلة جبال كاترين تطل علينا من هناك من أعلى جبل الطربوش. لما بس يوصل قمة الجبل هنا بتكون بيتغير، يعني بشوف نفسه وصل القمة اللي هي كان مصعبها من تحت. يعني يمكن احنا واحنا صاعدين الجبل ما كناش بناخده رأسا، بناخده لفة. انت قلت لي ده اسمه مصطلح بتسميه ايه؟ لا بتطوي. لا طي. طي. يعني يمكن المصطلح العربي المعروف اللي هو طي الجبال. طي. طي. نعم هو يمكن احنا طويناها طي. طيب. نعم على أقدامنا يمكن سير حوالي الجبل لغاية ما نوصل لغاية الآخر، وليس صعود رأسي مع المسالك. يمكن احنا واحنا ماشيين في ضروب متحددة حددوها اللي قبل منا. لا هو عشان الجبل ده كل بيحدد كل واحد بيجي بيعمل رجم. شايف الرجم اللي ده؟ اللي هو أكوام من الزلط علشان الناس تمشي عليها. تمشي عليها. برضو احنا ماشيين كان في آبار. أبار مية. وانت حكيت لي ان انت لك تجربة، نعرف ان انت مش عايز تحكيه هنا بس لازم تحكيه للناس، ان انت حفرت بير للناس. برضه هو طق وبالدبورة وبالمسامير برضه. تشرخ سطح الصخر. أيوه. للوصول لمسار المياه. أيوه. اللي هو بسموه عروق المية. عروق المية. توصل خرطوم للناس تشرب. لان ما فيش مية هنا هو غير من البيار يعني. ولو جه حيوان برضه عايش الحيوانات الموجوده والطيور والمكان اي صيد اي حاجه تشرب منها. زي ما احنا شايفين يمكن ابناء مصر من كل حته جايين هنا عشان يوصلوا للقمه، قمه الجبل. طمنونا يا شباب، الوصول للقمه سهل ولا صعب؟ بدنيا صعب بصراحه، يعني الموضوع توقعنا انه يكون اسهل من كده، بس لما طلعنا وحسينا بالوجع في رجلينا وكده لا الموضوع صعب. بس الاول نتعرف عليكم. انا ايميل، ساكن في القاهره. حضرت. وانا عبد الله الحكيم في القاهره برضه. احنا الاثنين طلبه في طب القصر العيني. يعني احنا قاصدين ان احنا نطلع نحاول نفضي ذهننا بقدر الامكان الثلاث ايام دول. احنا الرحله بداناها ان احنا اتحركنا على رجلينا في وادي كده، مشينا بتاع 7 8 كيلو، واحنا قلنا ايه ده، طب ما الموضوع سهل وايه، لحد ما وصلنا بقى تحت جبل الطربوش، وهناك بقى خيمنا والجمل جالنا وشربنا الشاي وكلنا وتعشينا، وعم سليمان تسلم ايده عمل الاكل يعني ايه. فكده هنا بقى تبدا الرحله الثانيه بقى، وهو ان احنا نطلع الجبل، لان الجبل قصادنا نطلعه كده، ده احنا نلف من وراه ونطلع من الناحيه الثانيه، وكل ما تسكر الجبل خلص تلاقي الجبل طلع ثاني. صراحه ما كنت يعني غير توقعاتي تماما، يعني الناس كلها اهل كرم، الناس كلها مريحه نفسيا، في هدوء مريح للاعصاب كده هوت حوالين البلد كلها. يعني بصراحه تجربه ما تتوصفش بصراحه. اي حد في مصر نوت لازم ياخد التجربه ديت، عشان مهما حاولنا نوصف وحاولنا نصور الموضوع في الحقيقة يعني غير خالص خالص خالص. يعني لازم كل واحد يمر بالتجربة دي بصراحة عشان يحس باللي احنا حاسين. ومن هنا ومن أعلى القمة تبدأ رحلة الهبوط والسير على نفس المسارات التي كانت خلال رحلة الصعود. مشاهدينا الأعزاء، وإلى هنا انتهت الرحلة، رحلة الصعود ثم الهبوط من جبل الطربوش عبر مسارات جبلية ووديان ملتوية وعبر مسارات هي أيضا ليست بالسهل. ختامها مع الأستاذ محمد جبالي وهو من منظمي الرحلات في مناطق كاترين بجنوب سيناء. محمد، عرفنا احنا الرحلة اللي قطعناها امس واليوم الى جبل الطربوش، كانت مسارتها المسارات تبعتها
عرفنا بيها، عرفنا ايه احنا مشينا في اي مسارات وشفنا ايه وايه المعالم الطبيعيه اللي بيشتهر بيها المسار. يعني احنا بدانا الرحله من منطقه الشهوات، مرورا بوادي الرفيد. وادي الرفيد ده من الاماكن اللي فيها اشجار ومزرعات قديمه، وطلعنا لقمه جبل الطربوش وعملنا كامب ومبيت في سيل جبل الطربوش. واليوم هذا يوم العوده. طبعا المشاهد الطبيعيه والمناظر الطبيعيه يعني بتختلف من مكان لاخر، لكن هي مناظر بكريه فطريه جميله. يعني فكل وادي وكل جبل وكل حجر في منظر بديع، يعني بيعكس بديع خلق الصانع سبحانه وتعالى. اذا متابعينا الاعزاء، كما شاهدتم رحله الصعود ثم رحله الهبوط الى جبل الطربوش وختامها هنا في هذا المكان، في هذا المكان من ضواحي كاترين الجميله في نواحي قريه الشيخ عواد. نشكركم والى اللقاء، والى ان نلقاكم في رحله صعود جديده في سلسله جبال كاترين.